التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وتحيتنا تتجدد إلى مسامعكم وحضراتكم، وهي تحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من أرضية ميدان المرموم، ميدان دستور. التواصل يستمر والانطلاقات تتوالى. سباق الفهيدي في هذا السباق الختامي الذي انطلق على مدار هذه الأسابيع التي مضت، وتأتي هذه الأصايل بالأداء الجميل الحق الفطامين وبالتوقيتات الرائعة. نسير مع الشوط الثالث، ننطلق مع ثالث الأشواط للابكار. وهذه ميرة تاتي في المركز الاول. سالم بخلفان بالعري تتقدم على مقدمة الشوط، تليها نوايا في المركز الثاني. ناصر بن يمع بن سالم الرزي الشامسي تاتي على المركز الثاني، نوايا المركز الثالث من الجانب الاخر. وهذه الشبابية عبد الله بن سعيد بن راشد الشمطي ياتي على المركز الثالث. شوف هذه الأسماء اللي خاضت في هذه المعارك منذ بداية هذه الدورة وهذه الجولة لسباق الفهيدي. انطلقت على مدار هذه الأسابيع في موسم الصيف، أتت متأهلة في هذا السباق الختامي اليوم، أتت لتنطلق بكل ما هو جميل. وحتى لو تشاهدون أنها الأعداد قليلة، ولكن هذه الأعداد رخبة. انطلقت وأتت من كل هذه الانطلاقات، يا سلام، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء وعلى هذا السباق وهذه الفكرة. الشبابية الله، عبد الله بن سعيد بن راشد الشمطي الكتبي ياتي بالمركز الأول، يقدم هذه السلالة الرائعة والجميلة. سد الميادين الشبابية من اسمها وهي من أداها. المركز الثاني ميرة، سالم خلفان بالعري الكتبي، ولكن ناصر بن يمع الرزي الشامسي، الرزي يقدم نوايا والشبابية ونوايا، وكذلك ميرة بالعري حرك أهل الخوانيج يقدمون هذه النوعيات. ميرة سالم خلفان بالعري الكتبي يتقدم بالمركز الأول، يقدم ميرة على مقدمة هذا الشوط. ولحظات وصولها واقترابها من خط النهاية، تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل والرائع. سالم خلفان بالعري الكتبي ينتزع ناموس هذا الشوط. المركز الثاني نوايا ناصر بن يمع الرزي، والمركز الثالث لعبد الله بن سعيد الشمطي. وأيضا التوقيت الزمني نشوفه 3:06. تهانينا والناموس على هذا الفوز.